اي والله يا شيخ باذن الله. اي والله، وهذا تعلق الرجل والمرأة اذا كانت نعم. فعلا صوامة. اقول رسالة الان في هذه الليلة، ليلة محبة، ليلة جميل. ليلة عفو، صحيح. ليلة عتق، ليلة رجاء، الله اكبر، ليلة حسن الظن بالله. يلا تأكدوا يقينا ان البيوت السعيدة الذين يظهروا حبهم لبعضهم البعض، اظهروا حبكم، ليس عيبا يا ياسر، والله ليس عيب. النبي يقول احب الناس الي عائشة، ويقول لمعاذ انك والله يا معاذ احب الناس الي، إني أحبك يا معاذ، أظهر حبك لزوجك وأظهر حبك لزوجتك بالهدايا بالإطعام. تعال لها الليلة قل أطعمت عنك في البلد الحرام، هذه هديتي لك. هدية وجبة طعام أفضل والله من عقد. تعرف لماذا؟ العقد تتركه في الدنيا، لكن هذه الوجبة عقد معها حتى الجنة. الله أكبر، إيه والله ينعقد لها بإذن الله. جميل، سأل الله يكتب أجرنا وأجركم جميعا، والتبرعات تزداد والإقبال يزداد وكل شيء يزداد، ولكن أيضا لنا حق ولأهلنا حق بأن في هذه الليلة ندعو لهم وندعو لكم وندعو لأنفسنا ونختلي بالله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق المعدودة. كانت ليلة جميلة وليلة صراحة ثرية بالإيمانيات وثرية بالمعلومات، وشيخنا نورنا وقطع الفيافي والتفاق. الله يسعدك. تسمح لي قبل لا أرجع إلى مكة أقول لكل من تصدق الليلة ومن أنفق، اللهم اجعل نفقتهم سبب من أسباب سعادتهم، اللهم اجعل صدقتهم سبب من أسباب شفاء مرضاهم. اللهم إنا نسألك ما أنزلت في هذه الليلة، ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة الكريمة من سلامة، سلم بيوتنا مرضانا أولادنا أهلنا من كل شر. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير اجعل لنا فيه أوفر الحظ والنصيب. اللهم شاف مرضانا عاف مبتلانا. اللهم إنا نسألك يا من كتب على نفسه الرحمة ارحمنا، يا من يحب العفو اعف عنا، يا أهل التقوى المغفرة اغفر لنا. اللهم اجمعنا ولا تفرقنا. إلهنا احفظ بلادنا، إلهنا احفظ جندنا، إلهنا احفظ قادتنا وقيادتنا، سلم أمراءنا، اللهم سلمنا، اللهم اجمعنا، من أرادنا وبلادنا بسوء اصرفه عنا. يا رب اللهم يا رب. اللهم الله يكتب أجرك يا شيخ، أحبكم جميعا والله، حبك الله الذي حبتنا فيه، أحبكم جميعا وأحب المشاهدين الكرام، واعذروني الليلة إذا أثقلت عليهم. لا اقبلوا معاذير من يأتيكم معتذرة إن برى عندكم فيما قال أو فجر. الله يكتب أجرك والله يا شيخ، إننا نشتاق وإننا نريد أن نطيل، وإن الرسائل تأتي طلبا في الإطالة وطلبا في البذل وطلبا في تطويل، لكن أنا ما أريد أن أثقل عليهم، وأيضا نريد أن نلحق القيام، وأنت تعرف يعني الفضل اليوم ما نريد نفضله. المقصد العظيم من هذه الليالي من قام ليلة القيام، هذا الكلام. فلهذا الصاحب الخوي اللي يقل القيام الإطعام. نعم صحيح، فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وفي هذه الساعة وقبل أن نختم يا أحبتي، لن ننساكم ولن ننساكم شيخنا مسافر وفي ليلة وترية، وسيدعو لكم بالقيام وسندعو لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. عند الحرم بإذن الله، عند الكعبة. لن ننساكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله كل من بذل وكل من أعطى وكل من أنفق وكل من قام وكل من دعا أولا، فأسألكم أن تدعوا لنا جميعا ولا تنسونا. فرب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، رب شخص منكم مبتلى بأمر معين فيدعو الله فيجيب الله سبحانه وتعالى، رب شخص ليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى من الذنوب الكثيرة بل مستغفر تائب ويعود التوبة فيقبل الله دعوته، نحتاج إلى دعواتكم كما توصونا بالدعاء، فنحتاج إلى دعاويكم. لن ننساكم من دعائنا أبدا، لا في هذه الليلة ولا في غيرها ولا في رمضان ولا في غيرها. وثقوا ثقة تامة بأن أي عمل نبذل فيه لكم فيه أوفر الحظ والنصيب. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم في هذه الليلة، ليلة الجميلة، ليلة 27. إلى هنا تنتهي حلقتنا الجميلة بشيخنا الجميل بضيوفنا الجميلين مع الروشن 26، ولكننا الآن في ليلة 27 الليلة الوترية هذه، ومع برنامجكم فقرة سدرة مع محبكم ياسر القحطاني. دمتم بود وإقبال وطاعات وصياما مقبول بإذن الله سبحانه وتعالى، وسحورا شهيا وقيام ليل بإذن الله سبحانه وتعالى، ودعوات مستجابات. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر خير شهر رحمة يا رجين، والسعيد اللي اغتنم زهر عمره بالحرم وصله.
فطر الصايم ولك مثل أجره في الحرام أجر كبير لكل حاجة.